من مدينة شيشوان الصينية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. أهلا بك سيادة الوزير، هنا نبدأ الحديث عن قيامكم اليوم بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح يعني معرض الصين، وكيف يبدو هذا المعرض أنه مهم جدا لمصر والدول العربية، وكيف أنه أيضا ينقل رسائل تحملها مصر للمجتمع المشاركين في فعالياته. مساء الخير فندم. هو المعرض هو معرض الصين والدول العربية، متعمل في ولاية اسمها ولاية نينجيا في الصين، وده ثالث مؤتمر أو ثالث معرض يتعمل في هذه الولاية. والسنة دي كنا احنا اتفقنا السنة اللي فاتت معاهم ان مصر هتبقى هي ضيفة الشرف لهذا المعرض. ضيف الشرف بيبقى له اكبر مساحة كبيرة عندنا الحقيقة. المعرض حاجة يعني رائعة. النهاردة تم افتتاحه، في ممثلين من الشركات، في هيئة قناة السويس موجودة، في مجالس تصديرية موجودة. الهدف منه كله هو بي تو بي، يعني بزنس تو بزنس، يعني كل الشركات الصينية كان متسجلة اللي احنا عملناها قبل ما نروح المعرض. في اكتر من 100 شركة صينية كانت سجلت على الويب سايت بتاع المعرض ان هم عايزين يزوروا الجناح المصري. احنا شفنا هذه الشركات وشفنا البروفايل بتاع الشركات دي ايه، وجبنا المجالس التصديرية المقابلة ليها وشركات قطاع خاص المقابلة ليها، بحيث يقدر يحصل التبادل التجاري والصناعي ما بين الشركات المصرية والشركات. صحيح. وحضرتك سيادة الوزير برضو اتكلمت على ان هناك توافق في الرؤى حقيقة ما بين قيادات الدولتين، وده اللي هيحقق التكامل والتنمية ما بين الشعبين في كل المجالات. ده حقيقي طبعا 100%. يعني الدليل على ذلك انه في خامس رئيس عبد الفتاح السيسي عمل اكثر من 4 زيارات منذ توليه المسؤولية للصين، منهم زيارتين بدعوتين من الرئيس الصيني لمصر في الجي 20 وفي البريكس. فده طبعا بيبين مكانة مصر بالنسبة للصين. ده الشق السياسي وله شق اقتصادي. وفي المباحثات الثنائية مع الرئيس الصيني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن شدد أكثر على موضوع الاستثمارات الصينية، وكلمنا بالتحديد في مجالات معينة ممكن الجانب الصيني يساعد فيه. ده اللي احنا شغالين عليه، لأنه الميزان التجاري طبعا الميزان التجاري احنا نتكلم في حدود 10 مليار، ولكن يرجح بكفة شديدة للصين. صحيح. وده شيء طبيعي، يعني احنا كل الدول كده وليس احنا فقط. اللي احنا بنشتغل عليه الميزان التجاري صعب جدا يتعادل مع الصين بالشق التجاري فقط، ولكن ممكن نقدر نعدله بالشق الاستثماري ايضا. ليه؟ لانه في صناعات معينه النهارده الصين بتطلعها خارج الصين نتيجه غلو ثمن العامل الصيني، منها مثلا صناعات الغزل والنسيج. فهي تستفاد بهذه الصناعات طبعا في اقامتها في مصر. بالظبط. وفي نفس الوقت هي هترجع توديها تاني للصين ولبعض الدول، فدي هتساعد في الميزان التجاري المصري مع الصين. يعني الشركات دي هتيجي تصنع عندنا وهترجع للصين تاني جزء من انتاجها، ده هيساعد طبعا في زيادة الصادرات المصرية بشكل عام والميزان التجاري الصيني بشكل خاص. في النقطة دي سيادة الوزير حضرتك انت اكدت يا فندم سيادة الوزير في النقطة دي بالذات ان مصر هي بوابة افريقيا وثاني اكبر اقتصاد على مستوى القارة. هنا في هذه النقطة بتكلم عليها سيادة الوزير، يعني كيف نستفيد هنا بان تكون مصر هي الطريق الى تصدير الصادرات المصنعة في مصر المنتجات الصينية الى افريقيا؟ بص طبعا هو ده اللي احنا بنشتغل عليه في كل محاور الجذب الاستثمارات الخارجية لمصر. يعني بكرة في جلسة كبيرة أنا مشارك فيها مع وزير التجارة الصيني، مع كل الشركات الصينية على الاستثمار ومناخ الاستثمار في مصر، وده جزء من جذب الاستثمارات الصينية لمصر.
احنا بنتكلم على مناخ الاستثمار وبنتكلم على القوانين والتشريعات اللي صدرت وايه اللي احنا عملناه وايه المميزات اللي احنا هنقدر نديها لهم، ومنها ان النقطه اللي سيادتك ذكرتها انه النهارده الصين ما عندهاش اتفاقيات تجاره يعني تجاره حره بالحجم اللي موجود عند مصر، فده هيكون طبعا عامل مؤثر وعامل جذب كبير لمصر لبعض الصناعات الصينيه. الساعه كام يا فندم بالجلسه دي؟ الساعه كام بكره حضرتك الجلسه؟ توقيت القاهره ان شاء الله الساعه 9 الصبح. 9 الصبح ان شاء الله. عايز ارجع تاني برضو النقطه احب اقولها برضو المعرض كاحنا كضيف شرف افتتحت النهارده مركز ثقافي مصري في حته اسمها حديقه الزهور، هي المبنى الصين اهدته لمصر كجزء من ان احنا ضيف شرف في هذا المعرض، والمركز ده له جزء شفر كبير جدا ترويج سياحي وثقافي لمصر، ففي زي ريبليكات او بدائل اتعملت من الحاجات الاثريه بتاعتنا. الحقيقه المعرض او المتحف رائع ومدي وجهه جميله لمصر، وده هيكون متحف دائم في هذا المكان، فده تم افتتاحه النهارده وده يمكن اتعمل في حتى 14 وكان في جزء من الثقافات المصريه اللي موجوده والعادات المصريه اللي موجوده، وجبنا شاركت معنا فيها وزاره الثقافه ووزاره الاثار، الحقيقه اتعمل فيها شغل اكثر من رائع يعني. طب هنا يا سياده الوزير يا ريت برضه نلقي الضوء حول الاتفاقيتين حضرتك اللي وقعت عليهم النهارده وكيف تستفيد مصر منهما. هي دي اتفاقيات كلها خاصة بالقطاع الخاص، احنا كدولة يعني ما وقعناش ولكن شاهدنا على هذه الاتفاقيات، وهي اغلبها كلها برضو استثمارات صينية في مصر، ده اللي احنا شغالين عليه يعني كأولوية قصوى. في نفس الوقت احنا في يوم الجمعة هيبقى في بكين اجتماع اللي هو 2+2 اللي هو التجارة والصناعة والاستثمار ومناظرهم في الجانب الصيني، بنتكلم على بعض المشاريع البنية التحتية اللي احنا بنحتاجها بتمويل من الصين، منها بعض المشاريع في الكهرباء، بعض المشاريع في النقل، وبعض المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة. يعني ميزان بقولك التركيز كله في هذا الوقت على جذب الاستثمارات الأجنبية في السيكتورز اللي احنا عايزينها واللي احنا شايفين ان هي هتبقى الصين كمان مؤيدة ليها ومحتاجاها، وفي نفس الوقت بنتكلم معاهم على تمويل هذه الصناعات في البنك الإكزيت بنك الصيني، هيقدر يدي تمويل للصناع الصينيين اللي عايزين يتنقلوا لمصر، واحنا هناك بنشتغل في توفير الاراضي والبنيه التحتيه ليهم. ده يا فندم ياخدنا لموضوع مهم جدا وهو كيف يكون التعاون بين البلدين في مجال نقل المعرفه وايضا في تدريب العماله. هو بص طبعا احنا نقل المعرفه او النو هاو ده لازم هيكون جزء من اي مشروع، ونقل المعرفه مرتبط زي ما سيادتك بتقول بالتدريب، يعني لو احنا بنتكلم في مشاريع تكنولوجيه لسه مش موجوده عندنا مثلا كمثال، لو بنتكلم على صناعه سيارات لازم هيكون في البدايه جزء من النو هاو او البدايه بتاعتها، ولكن لازم ما فيش اي حد في الدنيا، لان لو جابوا كل الصينيين هيشتغلوا في مصر هم ما استفادوش شيء. صحيح. جزء من نقل هذه الصناعه هو استعمال العماله المصريه، لان العماله المصريه هتكون بالنسبه لهم تقدر تعمل يعني الفاينانشلز او الحسابات هتكون افضل، لو ان غير كده ما كانوش نقلوها من الصين. ده هيدخلنا في موضوع التدريب سواء التدريب هنا او في الصين، حتى يعني ناخذ مثلا مجموعه مثلا ندربها هناك سياده الوزير وترجع هي تدي الخبره للاخرين. ده بيحصل، ده بيحصل ولازم يحصل، اللي انا عايز اقوله مش بالضروره يعني اي شركه لازم تعمل كده، ما عندهاش اوبشن غير ان هي تعمل كده، غير كده ما كانتش هتتنقل، لو من غير كده كان هيفضلوا هم يشتغلوا في الصين،
لكن هو دايما الهدف بيبقى جاي بيجيب مجموعه، المجموعه دي بتدرب مجموعه بتدرب ناس تانيين، وفي نفس الوقت في جزء ممكن بيجي يتدرب هنا على حسب نوع هذه الصناعة. فده دي بتحصل في كل هذه المشروعات، وده الهدف من ان هم بينقلوا الصناعات من بره. صحيح. من داخل الصين الى بره لبعض الصناعات، يعني مش كل الصناعات طبعا. بالتوفيق يا فندم. هاتفيا مدينه تينشوان الصينيه المهندس طارق قبيل وزير التجاره والصناعه، اشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء.